حبيتوا تعرفوا نتائج البحث اللي توصلنا لها في هذا الشهر، وهذه النتائج متعلقة بمراسيم التجنس، أحكام التجنس لزيكسليمينوت والوثائق والأدلة اللي تثبت بلي زبائننا ولا أبائهم ولا أجدادهم يمتلكون الجنسية الفرنسية عن طريق حكم التجنس أو عن طريق مرسوم التجنس. تبعوني بعد الفاصل ونعرضوا هذه النتائج. يلا معايا. دا جايين فوالا جاي تاع تورر دونك دار رابور على دوسي ناسيوناليتي على سي البشير محمد فوالا دونك مدام كاين رابور هذا كي بدير كاين ديسبوار جي با تروفي لو دوكري جي با تروفي ان جوجمون مي ولكن مدام كاين رابور تاع الجايين ويهضر على السيد هذا كي فيدير كاين ان جوجمون دونك سان بون سين دونك لوبيراسيون مازال مفتوحه صاحب هذه الوثيقه ولا تعجدوا نقولوا له اصبر مادام لقينا هذه الوثيقه تما كاين امل كبير فوالا لو دوزيام لا دوزيام بيرسون لا تطمع تصريح سان دوسي ناتوراليزاسيون كيما نقولوا بار جوجمون فوالا معمار ميلود كيما راكم تشوفوا لقينا له هذه شكون ابل ريبوبليك تاع شكون ابل لو بريفي tribunal d'instance le parquet procureur هو اللي بعث لو بريفي هذه الوثيقه ديالو لقينا الوثيقه الثانيه اللي هي البريفي بعث للسو بريفي تاع تلمسان باسكو كاين تبادل وثائق ابان جنس تاع الشيد هذا ولقينا له لو دوكري ثاني بمعمار ميلود بمعمار ميلود هاوليك لو دوكري كومبلي درت له فوتوكوبي اللي عاد تري تري كلاب واضح وضوح الشمس الدوكري ديالو على كل حال فوالا هايليك الاولى لا دوزيام لا ترويزيام باج يقدر يتواصل معنا ويدي ولقينا ايضا لو بريفي دورون امسيو سوبريفي وثيقه رساله بين رسائل يعني دوسي ناتوراليزاسيون كيفاه تخدم راه مخدوم سو فورم دان دوسي فوالا لا ترويزيام بيرسون اللي لقيناه عمروش مسعود عمروش مسعود عنده ان اكس ريد مينوت فوالا والله يبارك الاكس ريد مينوت تاعو فيه الكثير من الوثائق ما عنده اكس ريد مينوت داروا بزاف وثائق عليه فوالا كيف ذا و سور سكون ابل الميكروفيلم عبد الله بن مسعود كما راكم تشوفوا هذا الشيء الميكروفيلم دونك جي دوموندي لا ريبروديكسيون راحين يعطيوها لي كل شهر يمدوهم لي لا اشكال فوالا لو دوكري ديالو اللي لقيناه في الميكروفيلم هذه شي فوتو من الميكروفيلم هذه ثاني عبوسه بن حبيب بون كيف كيف لقيتو في الميكروفيلم الحمد لله اوليك النيميرو دو دوكري تاعك تاع جدك اخي هذا هو على كل حال فوالا دونك حنا درنا لا دوموند دو برودكسيون دونك يعطينا شكون ابل لو دوكري تواصلوا نعطيوها لك ولكن تقدر تتواصل وتاخذ هذه الوثيقه ونقول لك الميكروفيلم وين تقدر تلقى هذه الوثيقه لا اشكال وعندي ايضا نوتر بيرسون اللي لقينا له ليكستريد مينوت بالرفع عليه الوغ كما راكم تشوفوا فوالا بالرفع عليه فوالا ليكسري مينوت ديالو هذا يقدر يتواصل مباشرة ويدي ليكسري مينوت الخاص بجدو كاين الكثير كاين يعني ثلاث أشخاص المرادي في الشهر هادو اللي رفضوا أيضا يعني راكم تشوفوا كل شهر كل ما نديروا دي فيديو قبل ما نديروهم تواصلوا بأصحابها ونطلبوا منهم تصريح باه نديروا فيديو باه الناس تشوف بعينيها ولكن كاين اللي يساندنا ويقول كابا سوسي وكاين اللي يرفض المره هذه كاين ثلاث اشخاص رفضوا للاسف الشديد واللي حاب يكلفنا الرقم تاعنا معروف 20337574386 فايبر ولا واتساب ولا خريسيه 0575690423 بجاية 0545538858 مكتب سعيد حمدين بالجزائر العاصمة أيضا 0541-686-64-51-052-08 هذا رقم ثاني ما تنساوش زر الإعجاب الضغط على جرس التنبيه وبارطاجيو لي لا فيديو الله يفتح عليكم والله يرضى عليكم ونخليكم على خير في الشهر الجاي إن شاء الله نزيد نقدم نتائج اللي وصلت لهم تحية طيبة وإلى لقاء جديد إن شاء الله